السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. ولا عجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي جداد على القناه واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده، شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. بسم الله، انا عندي هنايا بسباس اللي غادي ندير به واحد الاكله اللي كتجي رائعه وكتجي لذيذه، وكنقيه كنحيد منه هاد الشوائب كاملين اللي كيكونوا هكا في الجوانب. هنا هاد الوريق، هاد الورق اللي كيكون الوسط بحال هكا حتى هو كنقيوه وكنحتفظوا به ما كنضيعوهش. كنحيد هاد الفوقاني كيكون قاصح وكنخلي هاد الورق ديالو او هاد الشبات ديالو كيكون لذيذ. صافي غادي نحيد هكا الشوائب اللي حيدنا، وغادي نقطع البسباس. كنقطعوه بحال هكا على اربعه لان عندي البسباس كبير، وكنعاود نرشمو بالوسط ديالو بحال هكا. كنرشم جوج رشمات بحال هكا كنستمر عليه. الا كان البسباس هكا صغير كتقطعوه على جوج، انا عندي البسباس هنايا كبير قطعته على اربعه باش ما كيجيناش هكا كبير بزاف. صافي غادي نقطع الثانيه. هنا راه درت جوج حبات راهم كافين. صافي كنضيفو هنايا في واحد الاناء وكنخوي عليه هكا الماء وكندير شويه ديال الخل وكنخليه في الماء. نقعو هكا في الماء حتى كنوجد لاصوص ديالو باش غادي نتبلو الوريقات ديالو حتى هو كنحتفظ بهم. غادي نرجع عندي هنايا جوج حبات ديال المطيشه اللي غادي نقيهم. هنا مطيشه كتواتى معاه كتجي معاه لذيذه. غادي نقي الثانيه، عندي جوج حبات. صافي كنجيب هنايا عندي الهشوار او كنحكوها، الا ما عندناش هكا الهشوار فاش نطحنوها كنحكوها. وكندير هكا الثومه، عندي ثلاثه الحبات ديال الثومه، ثلاثه الفصوص عفوا. كنضيف شويه القزبر المعدنوس وكندير الملح حسب الذوق، كندير البابريكا او التحميره، كندير القزبر يابس، وكندير الكركم او الخرقوم البلدي، الفلفل الاسود والكمون، وكنضيف شويه ديال الماء، شويه ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون. صافي وكنطحن، كنطحنها مزيان حتى كتطحن مزيان بحال هكا. صافي وغادي نديرو هكا في الكوكوط او طنجره الضغط. صافي كنستف هكا البسباس، كندير هاد الوريقات ديالو وكنضيف عليه هاد لاصوص وكنشعل عليه هكا العافيه، كندير عليه العافيه كنقلبو بحال هكا باش كيبقى داك لاصوص لتحت باش كيتشرب. صافي بعد ما كدوز عليه 15 دقيقه راه كيكون طاب، كنطفيو عليه. صافي كندير الصفاره وغادي نرجع هنايا. غادي ندير هكا واحد المريقه بالدجاج اللي كتجي خفيفه، وكنديرها بالبطاطا والزيتون، ولكن غادي نرافق معها بحال هكا هاد البسباس لان البسباس الا درناه في المرقه كيبسلها. هنا كنجيب واحد الحبه ديال البصله الخضاريه وكنقطعها. كندير بصله كامله، نستمر عليها بحال هكا كنقطعها رقيقه نشلطها بحال هكا. صافي غادي نجيب القزبر والمعدنوس كنطحنهم والثومه
عندي جوج فصوص ديال الثومه، غادي نطحن القزبر المعدنوس، كنجيب واحد الطنجره فاش غادي نطيب هاد المريقه، كندير شويه ديال الزيت النباتيه وكندير هكا هاد التسديرات ديال الدجاج، هادو هكا صوصيتهم كنصوصيوهم، ودرت هاد الفخيضات كنصوصيوهم هكا من الصدر وما كنضيعوهمش، كنديروا بهم بحال هكا مريقه، كندير البصله، كندير القزبر والمعدنوس، الثومه، غادي نخلي الزيت البلديه حتى الاخير حتى كطيب هكا المريقه، وكندير الملح حسب الذوق، الفلفل الاسود او الابزار، قزبر يابس، سكنجبير، الكركم او الخرقوم البلدي، واحد راس المعلقه ديال التحميره، واحد نص معلقه هكا ديال السمن، كنضيف شويه الماء فاش غادي تشحر لينا هكا المريقه، صافي كنغطيو عليها وكنحطوها كتشحر، ومره مره كنقلبوا بحال هكا باش كتخلط لينا هكا ديك العطريه، كتشرب لينا هكا اللحم او الدجاج كيتشرب لينا العطريه والبصيله، وكنخليوه حتى كيتشحر مزيان على عافيه، اللي كتكون شويه مهيله ما تكونش مجهده، صافي هنايا بدات كتشحر هكا المريقه، كنقلبوا هكا الدجاج باش كيتشرب العطريه، صافي وغادي نبلل بحال هكا لان البطاطا كتشرب هكا البلول، وكندير البطاطا اللي كيبغيو الوليدات، كندير واحد جوج مرصوات ديال الحامض مصير، كنضيف هنايا الزيتون، صافي وكنخليها كطيب حتى كطيب، لاصوص ديالنا راه طاب ديال الباذنجان، هانتوما شفتوا معايا كيفاش كيجي، كيجي هكا ملبي وكيجي لذيذ، وغادي نرفقوه مع هاد المريقه لان درنا غير البطاطا والزيتون، كنديروا معاها بحال هكا البسباس، صافي ها هي الاكله ديالنا راه طابت وكتجي ساهله دغيا كنوجدوها، وكتجي هكا ملبيه، وغادي نقدم لكم الطبق ديال المريقه بحال هكا اللي كتجي لذيذه بالدجاج، المغربيات ما شاء الله عليهم كلهم كيعرفوا يطيبوا، لكن حنا كنوريو هكا البنيات المبتدئين اللي كيكونوا هكا مقبلين على الزواج او كيكونوا كيقراو بوحدهم او بحال هكا نهار الحد يجلسوا يديروا هكا مريقه ويديروا اي حاجه بغاو يصوبوها ما كتجيهمش صعيبه، صافي كنزينو هكا بالبسباس، والبسباس كيجي مشرب هاد العطريه كيجي لذيذ البنات ما نقولش لكم، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.